toute façon, je veux expliquer les gens. La révolution par ricochet, c'est tu sors, tu dors, بصح ما عندكش مطلب سياسي، عندك مطلب اجتماعي بصح شام وعام، يعني بطريقة غير مباشرة راح انت تغير الأوضاع السياسية برك. با هذا الباغاتي باغاتي نقول له ديغاج دو مي لايف. Voilà, tu me pollues les commentaires. Non, Ahmed, parce que واحد يكتب بزاف la même question. Je vois pas le خرين. Il y a des questions intéressantes. Oui, mais bon, ils ont du temps à perdre. Je vais faire une chale. Ils n'ont rien à faire. Stéphane Sommer, c'est là. Tu sais, Lies, quand tu dis que les gens doivent sortir pour le pain, pour lui, ils cherchent déjà pour éviter que quelqu'un qui rentre à l'hôpital, il sort les deux pieds devant. Il monte. Eh oui. Ça, ça, c'est un point important. Oui. Il n'y a pas une personne de transpétale, elle ressort vivante. Est-ce que les gens ne se posent pas des questions? C'est leur famille. Wallahi, Ahmed, trouille à ça. Redoua, ça sera eux. Redoua, ça sera leur femme, ça sera leurs enfants. Comment ces gens ne peuvent pas réfléchir à ça? Et c'est quelque chose qui se passe tous les jours, Lies, tous les jours. Parce qu'Ahmed, il y a un imbécile qui prêche dans une mosquée, qui a un hamar, il y a un masjid, il dit, « Mout Rabbi ». Voilà. C'est simple. C'est simple. هذه هي الحكاية. يقولك وصل عمره مات. الله كيف في القرآن الله عز وجل في بعض في واحد الآية تاعو يقولك أوين مات أو قتل ربي يفرق بين الموت وبين القتل. هذا قتل هذا ماشي الموت هذا الياس. هذا قتل. بارك الله فيك سي أحمد. دونك عندنا حمير يطلعوا في المنابر في المساجد يدنسوا يوسخوا المساجد بالحضور نتاعهم ويهضروا هضرة اللي هي إيعاز من الشيطان حتى ولو مساجد الرحمن هما مساجد إبليس. يعني المسجد في الجزائر وفي العالم هذا اللي يسميه الإسلامي يعتبر منبر من منابر الشيطان، ما عندوش علاقة بالرحمن، لأنه اللي يهضر فيه إسكرو وكلب بالكلب ويكذب على الله. سيتو نفهمت عليهم بوز لا كيسيون على فتحي غراس. فتحي غراس سي شيف دو بارتي تاع لامدياس. لامدياس بور موان اسميه لو باكس بكري. يا خويا الله يفك الصراحه. واش حنقول لكم انا على فتحي غراس؟ واش راح نقول لكم على فتحي غراس؟ الله يفك الصراحه. ليس لي جون كوم زوبيده عاسو لي كومباني لور دير فوالا سو هاي. شوفوا جماعة باش نفع نا مي سا سي دي كونار أحمد. سا سي دي سي دي سي دي لاش بوت سي دي سي دي جون كي داكور نصن فيش. فتحي غراس ربي فك صراحو، ربي يفرج عليها إن شاء الله يولي وليداته ومرته إن شاء الله. بصح أستاذ فتحي غراس vous ne pouvez pas faire de la politique en Algérie. On ne peut pas être des militants, des opposants dans un état de non-droit. Marc. تقدروش
قلنا لكم من الاول ما سمعتوناش، راكم في الحبس. فتحي الراس، مو جو لو ريسبكت بيرسونيلمون، داير قبل ما يجي هو لا مدياس، جو ريسبكت لو باكس اون طون كيكول بوليتيك، جو دي بيان ايكول بوليتيك، مدرسه سياسيه، المدرسة الاشتراكية، مدرسة سياسية. لو باكس سي لو بارتي دافونغارد سوسياليست، يعني الحزب التقدمي الاشتراكي، مدرسة. دونك اون لا دي، ميرسي دو مو رابلي. سي لي افوكا ديبوز لو تابليي، لو سيستيم شوت. كون المحامين يطيشوا القميص وما يترافعوش، النظام الجزائري يسقط، ماشي الدولة، النظام يسقط، يسقط خلاص. بصح هل عندنا دي زافوكا ولا دي زافروكا؟ جو كرو عندنا دو زافروكا، دي او افرو ك سي اس، انا با دافوكا. دونك مسيو فتحي غراس ان شاء الله ربي يفك صراحه، ان شاء الله بون ماشي غير هو غديري وسي، مي ما نكذبش عليكم غديري يمتوش بوكو بلوس كو فتحي غراس كو كيكونك. علي غديري سي ميساج ليك علي غديري، سي علي غديري ما لقيتش كيفاه وما لقيناش كيفاه نديرو لك، مي لو سول الجيريان لي بيرسونيلمون مقطع لي قلبي كي راه في الحبس هو سي علي غديري. الباقي يتحملوا مسؤولياتهم سياسيين، لكن سي علي غديري وطني ماشي سياسي. كون جا سياسي ما تحشالوش، تحشاتلو باسكو وطني موش سياسي، باسكو حب الجزائر، حب يخدمها. الله غالب سي باز ان بوليتيك، ما عرفش سي نورمال، طاح مع ولاد الكلاب واللي داروا به هذاك لافوكا بوشعور، هذاك يشبه النقوشه وزبيده عسول، لا بيطاس هذيك وكومباني، زادوا دبدبوا له المجال.